مين فينا ما يخاف؟ سؤال محتاجين نجاوب عليه، كل واحد يفكر ويشوف يخاف ولا ما يخاف. في ناس كثير يقولوا احنا ما نخاف، الحكاية دي ما هي صحيحة. ربنا خلقنا وخلق الخوف موجود جوانا، كلنا نخاف، أكيد كل واحد في حاجة بتخليه يخاف. لو جبنا سيرة الثعابين، ناس كثير بيصير عندهم نوع من القلق التوتر، في ناس بتجيهم حالة نفسية، في ناس عندهم رهاب من الحكاية هذه، يمكن ما يناموا الليل لمجرد انهم سمعوا كلمة ثعبان. وفي ناس لو شافوا في التلفزيون صورة ثعبان او سمعوا انه في برنامج عن الثعابين بيقفلوا التلفزيون وبيسيبوا الغرفة نهائيا وبيروحوا غرفة تانية وبتجيهم كوابيس. الخوف حاجة طبيعية، حاجة موجودة جوانا، لكن ايش مقدار الخوف اللي مطلوب مننا؟ هل مطلوب نخاف بدرجة كبيرة ولا مطلوب نخاف بس شوية؟ هذه حكاية مهمة جدا، نعرف انه لازم يكون في عندنا توازن، توازن في الخوف، ما نخاف بدرجة كبيرة وما يكون عندنا لا مبالاة او نقول انه احنا ما نخاف. مرة واحد فتح الشباك في البيت وكان بده يرمي نفسه لانه لقى ثعبان داخل المنزل. اتخيلوا الشخص هذا كان ساكن في الدور السادس، كان حيرمي نفسه من الدور السادس لانه شاف ثعبان. هذا خوف زايد على اللزوم. لو فكرنا بالعقل بالمنطق في الحكاية هذه، الثعبان ممكن نتصرف معاه، نسيب له الغرفة، نسيب له البيت، لكن انه نفتح الشباك ونبغى نرمي نفسنا عشان نخاف من الثعبان، هذه حكاية محتاجة لوقفة. ناس كثير بيسووا عروض، احيانا بيكون عندهم لا مبالاة، بيمسكوا الثعابين بيتعاملوا معاها، الثعابين السامة خصوصا، فبالتالي بتسبب لهم اضرار، ممكن تلدغهم وممكن يموتوا، وناس كثير للاسف اعرفهم ماتوا نتيجة لا مبالاة. حتى في ناشونال جيوغرافيك كان في واحد بيسوي برنامج، عالم متخصص في الزواحف، انشغل بالكاميرا وما انتبه للثعبان، فالثعبان لدغه، بعد ساعتين اتوفى. الخوف موجود جوانا، الخوف حاجة طبيعية، الخوف ما هو عيب ولا غلط، الخوف لازم يكون موجود جوانا. كل انسان بيخاف على نفسه، بيخاف على صحته، بيخاف على اشياء كثيرة جدا، لكن كمية الخوف هي المشكلة. ما نخاف بدرجة كبيرة جدا وما يكون عندنا لا مبالاة. الناس اللي تخاف بدرجة كبيرة جدا، أبغاهم بس يفتكروا المثل اللي بيقول الخوف ما حيمنع الموت لكن يمنع انك تعيش حياتك. الناس اللي بتخاف بشكل مبالغ فيه بيوتروا نفسهم وبيتعبوا نفسهم وما بيستمتعوا بالحياة. حكاية الخوف هذه مهمة ولازم نعرفها، وخصوصا مع الثعابين. ايش مقدار الخوف؟ ايش الطبيعي اللي يكون؟ هذه حكاية محتاجين وقفة، ومحتاجين نعرف قديش نخاف من الثعابين. قلنا انه الخوف لازم يكون متوازن، ما يكون زيادة على اللزوم، ما يكون قليل جدا. بدي كل واحد يحط مقياس لنفسه، كيف نعرف كمية الخوف اللي موجودة عندنا؟ لو اتخيلنا عندنا مؤشر من 1 لـ10 او مقياس من 1 لـ10، 10 اكثر شيء نخاف جدا، 1 ما نخاف نهائيا. كل واحد فيكم يحط مقياس لنفسه بشكل دقيق او يكون صادق مع نفسه. لو كان خوفنا في حدود 4 5 6 هذا يكون خوف متوازن، لكن لما يكون خوف بدرجة 9 يعني بنخاف زيادة عن اللزوم، لو كان 1 يعني ما نخاف زيادة عن اللزوم. الحكاية هذه في الحالتين
بتسبب ضرر للشخص وبتسبب ضرر للناس اللي حواليه. الشخص اللي بيخاف زيادة اللزوم ممكن بكل بساطة يحل الموضوع عن طريق القراءة، الاطلاع، المعرفة، يشوف ثعابين بعينه، يحاول يتعرف على معلومات عنها، يستخدم بعض العلاجات الموجودة في النت، في منها الـ EFT أو حرية التقنية النفسية. هذه كلها أشياء بسيطة ممكن الواحد يسويها عشان يخف الخوف اللي موجود عنده. الناس اللي تقول إحنا ما نخاف من أي حاجة، بدي أسألهم سؤال: لو كان عندنا حفرة وفيها نار، هل ممكن واحد منهم يرمي نفسه جوة النار؟ أكيد حيقولوا لا. الخوف شيء طبيعي، وزي ما قلت ما هو عيب ولا غلط، لازم نخاف ولازم ننتبه ولازم يكون في توازن في الخوف اللي موجود عندنا، مو بس في الخوف، في كل تصرفاتنا، كل شيء لازم يكون متوازن، ما يكون عندنا زيادة وما يكون عندنا ناقص، لأنه في الحالتين بتسبب لنا الضرر. أتمنى أنه نوقف عند الحكاية هذه ونشوف تصرفاتنا، هل هي موزونة ولا محتاجة لإعادة ضبط. أتمنى أن كل واحد يكون صادق مع نفسه ويشوف تصرفاته كلها، مو التعابين بس، ويحاول يوزنها بشكل كبير، يحاول في كل حاجة يكون متوازن. أتمنى السلامة للجميع، وربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي متابعينا اليوتيوب. لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.